السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في ومضات. جلس رجلان ضريران على طريق زوجة أحد الأمراء لمعرفتهما بكرمها، وكان أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك، وكان الآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل زوجة الأمير. وكانت زوجة الأمير تعلم ذلك منهما وتسمع، فكانت ترسل لمن طلب فضل الله درهمين، وترسل لمن طلب فضلها دجاجة مشوية في جوفها 10 دنانير. فكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين بدرهمين لكل يوم، وهو لا يعلم ما في جوفها من دنانير، وأقام على ذلك 10 أيام متتالية. ثم أقبلت زوجة الأمير عليهما وسألت طالب فضلها: أما أغناك من فضلنا؟ قال: وما هو؟ قالت: 100 دينار في 10 أيام. قال: لا، بل الدجاجة كنت أبيعها لصاحبي بدرهمين. فضحكت وقالت: طلبت من فضلنا فحرمك الله، وذلك طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغناه. فمن اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على نفسه مل، ومن اعتمد على الله فما ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. إلى اللقاء.